الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ارتأيت أن أقدم تقويم نقدي شامل كامل، إن شاء الله تضيفه 4 على 4، اللي هو شعر المنفى أو ما يسمى بالمدرسة الكلاسيكية أو مدرسة البعث أو الإحياء أو مدرسة الاتباعية. أهم أعلامه أو أهم رواده معنا محمود سامي البارودي، نفي من مصر إلى سرنديب. عنا أحمد شوقي، نفي من مصر إلى إسبانيا. عنا الأمير عبد القادر، نفي من الجزائر إلى سوريا. تعريف شعر المنفى أو أدب المنفى هو ما كتبه الشعراء الذين نفوا من أوطانهم. هو الشعر هو ما كتبه الشعراء الذين نفوا من أوطانهم إلى ديار المنفى، إلى ديار المنفى، تعبيرا عن شوقهم وحنينهم إلى أوطانهم ورغبة في العودة إليها. تعبيرا عن شوقهم وحنينهم إلى أوطانهم ورغبة في العودة إليها. نواصل. عندنا خصائص أدب المنفى، تنقسم الخصائص إلى قسمين: خصائص شكلية والخصائص المضمونية. نبدأ بالخصائص الشكلية، يعني في الشكل تاع القصيدة. أولا، استخدام وإحياء القاموس اللغوي القديم. اكتبوا معايا، استخدام وإحياء القاموس اللغوي القديم خاصة الجاهلي. اثنين، اعتماد البناء العمودي القديم. اعتماد البناء العمودي القديم، نظام الشطرين وربي والقافية، يعني القصيدة تكون مكتوبة بهذا الشكل، هيك خط القصيدة عادية مش حرة. اعتماد البناء العمودي القديم، نظام الشطرين والروي والقافية. ثلاثة، العودة إلى البناء القديم، المقدمة الطلالية، يعني يرجعوا العصر الجاهلي بكري كما يديروا القصيدة، يبدأوا بالمقدمة الطلالية من بعد باش يدخلوا صلب الموضوع. العودة إلى البناء القديم بين قوسين، المقدمة الطلالية عفوا. أما الخصائص المضمونية هي التعبير عن الشوق والحنين إلى الوطن، التطرق للأسباب السياسية للنفي. ثلاثة، الشكوى من الغربة واللجوء إلى استحضار الصديقين، يشكي من الغربة ويسترجع ويستحضر الصديقين كما بكي في القصائد القديمة. كذلك ملاحظة فقط بالنسبة، كذلك هذه نسيت ما كتبتهاش، الخصائص المضمونية عندنا التصريح برغبة، يعني عنده رغبة أن يعود الوطن إلى وطنه، التصريح برغبة في العودة إلى الوطن. وخامسا وأخيرا، الاعتماد على وحدة البيت، فكل بيت مكتفي بمعناه، فكل بيت مكتفي بمعناه. إذا هذا كانت خصائص أدب المهجر، عفوا أدب المنفى. أهم مميزاته، المميزات هي خصائصه و الخصائص هي الشكلية، نقسموها الشكلية والمضمونية. حتى في الباك قسم الخصائص إلى خصائص شكلية مضمونية، وقلنا أهم الأعلام سامي البارودي، أحمد شوقي، والأمير عبد القادر. نشكركم، ما تنسوا ديروا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو حتى يستفاد الجميع، لأنه التقاويم النقدية اللي في الإنترنت راهي كارثية، فيها كثير من الأخطاء ما عدا القليل. فأنا جبت لكم حاجة يعني اللي مضمونة واللي نحفظ أنا منها للباك، وربي يوفقنا كله، وشكرا على المشاهدة.